أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي سامة عن صدور قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة، وذلك من خلال إلزام البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة بالإفصاح عن الحد الأدنى من معلومات منتجات الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مواقعها الإلكترونية والقنوات التسويقية، والتي تهدف إلى حث المستهلكين على زيارة تلك المواقع والمقارنة بين الأسعار، مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة. أعلنت وزارة العدل عن عقد محاكم المملكة نحو 1,900,000 جلسة خلال العام المنصرم، منها 290,000 جلسة انعقدت عن بعد، ما بين جلسات كتابية وأخرى مرئية عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما أصدرت المحاكم 550,000 صك إلكتروني، وضمنت خدمة التقاضي الإلكتروني جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا. أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عن إطلاق حملة تعلم عن بعد تحت إشراف ملتقى مكة الثقافي، والتي تهدف إلى دعم إدارات التعليم لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود. ما إن أطلق أمير منطقة مكة المكرمة النداء الثقافي والتنموي بمواضيع سنوية تتوافق مع استراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان وتنمية المكان قبيل 5 سنوات، إلا وأعلنت كل تضاريس المنطقة من جبالها إلى سهولها ومن شواطئها إلى سمائها استجابة ذلك النداء، لتشهد حراك الفعال في كل عام بخطوات متسارعة تعكس تلك القيم. فإنني أعلن تزامنا مع إطلاق الموسم الثقافي 5 لإمارة المنطقة لهذا العام، أعلن عنوان هذا الموسم، وهو كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، عن انطلاقة حملة تعلم عن بعد لدعم إدارات التعليم في منطقة مكة المكرمة لتوفير أجهزة الحاسب الآلي والهاتف النقال وشرائح الإنترنت لأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، ليتمكنوا من مواصلة التعليم وخاصة ذوي الدخل المحدود في المدن والقرى والهجر، ودعوة كافة القطاعات الحكومية والأهلية والمساهمة في هذه الحملة تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، ومساهمة الإمارة بمبلغ 500,000 ريال، والله الموفق. تحدث عن ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، وهو عنوان هذا العام. هذا العام الخامس لملتقى مكة الثقافي. وجه سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بأن يكون هناك ملتقى ثقافي في كل عام، بدأنا زي ما ذكرت لك قبل 4 سنوات، وهذا الموسم الخامس. في كل عنوان نخصص له، في كل موسم نخصص له عنوان. الموسم هذا اخترنا التقنية بتوجيه من سمو أمير المنطقة، لأن التقنية أصبحت حاجة وليست ترف. يمكن مع جائحة كورونا اختبرت القدرات التقنية للمملكة، سواء من خلال الجهات الحكومية أو حتى قدرات الأفراد في التعامل مع التقنية، ولله الحمد عز وجل أثبتت قدرتها. فهذا الملتقى جاء يعني ليتماشى مع توجهات الدولة في رفع استخدام التقنية بشكل أكبر من خلال المدارس أو حتى من خلال الجهات الحكومية في العمل، في كل تعاملاتنا أصبحت إلكترونية الآن. وفي هذا العام تشهد منطقة مكة المكرمة بشكل خاص تحولا كبيرا في استخدام وتوظيف النظم الذكية والبيانات الرقمية، لتصبح نموذجا رقميا رائدا ومشرفا تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي، وتحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي. لبرنامجي يا هلا محمد بالمشهور، جدة. ربما تكون بوادر عدوى حميدة، فبعد الحملة التي شهدتها العديد من الجهات الحكومية على الفساد، والإعلام من قبل هيئة مكافحة الفساد عن العديد بل المئات من قضايا الفساد،
انتقلت هذه العدوى إلى الشركات، إذ أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أنه تم اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام 2017 من قبل إدارة الشركة وإدارة الشؤون المالية بحسب التحقيقات الأولية. وتمثلت الشبهات في التفريط في مبالغ مالية، وذلك بإنشاء قيود محاسبية وهمية لإلغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراض مملوكة للشركة. أوضحت في بيان للسوق المالية السعودية تداول أن المبالغ المشتبه في التفريط بها تفوق 25 مليون ريال. المدارس الأهلية ورسوم المدارس الأهلية بعد الفاصل.